السلام عليكم. بغيت نوجه الرساله اخي جميع المسؤولين وجميع الصياده، خصنا نتحدوا ضد هذا الاستعباد هذا اخي، وهذا الظلم وهذا التعدد هذا اللي كنتعرضوا ليه الاخ. بلايا ها هي بلايا، قال لك ما تصادش هنايا، ما تروطي على الصوفيتي. شنو هاد الصوفيتي هذا؟ شي حاجه مقدسه ما نصادوش في غرطه. قال لك ما تصادش هنا حتى الاوطي، ماشي بحالك هز تعدوا. جاو كي قال جمع راسك، جمع الصف ديالك ولا غنهزهم لك. واش حنا رجعنا فاشين هاد الشيء؟ اللهم هذا منكر اخاي، وبغاو يهضروا معانا وبغاو يضربوا السي ايمن. شنو يعني السي ايمن هضر معاهم بالادب، هما بغاو يضربوه. هذا كنقول علاش اخاي؟ قال لك هذا مجمع شي قصر غنكرتو هذا القصر. علاش كرت لك القصر ديالي اخاي؟ بحال ديمنا هذا، بحال ربي اخاي، حنا من حقنا. كنوجهوا هذا الجمعيات كانوا خصهم يتحدوا، والناس والصيادة خصنا هذا الشيء. هذا بزاف هذا الشيء، الصيد مع بزاف هذا الشيء، هذا الصيد مع الشعب العربي بزاف. حاجة واحدة كنركز عليها هو الأخ أيمن هضر معاهم بالآداب، هما بغاو يضربوه، وحيد جا بغا يضربه، بغا كيسطع معاه. شنو هذا الشيء هذا؟ شوف القصر، شوف هنا القصر ديالنا فين طيح الحشومة هذا الشيء هذا. علاش؟ حنا بعيدين على القصر المالي. ها بعادين اخي، ها شوف القصر، شوف الحوايج ديالنا فين، واقفين مع الحوايج ديالنا. هذا منكر ولا ديري راه مصيبين وخليه. السلام عليكم. وحنا الصيادة خصنا نتحدوا، إذا ما تحدناش وبقينا عاود ما شوية شوية غيزولونا البلاية هذه كاملة. شكرا خير.